علينا من دوام العافية والإحسان.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه لكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الكل المحجلين وعلى آله وصحابته من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بالصدق والعدل وجددوا الإيمان بدوام الإحسان واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله تعالى أداء المفروضات وخير ما رأيتكم محرمات وآخر المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فمن شذ شذ به إلى النار. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إن آدم تتغافل بدنياك وأيام تعاك، والقبر غاية ولحم مسواك، فريق في الجنة وفريق في السعير. كما في محكم التنزيل المستحيل في حقه التبيير والتزوير. مطلوبا لعبد بصر بعيوبه وتدارك قبل الفوات، وتزود لمعاده وارضى ربه قبل قبل الممات. فان الله تبارك وتعالى يقول: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن امرهم معرضون، والذين هم بالزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم باماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى واتبعنا الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بلده بنفسه، وذلنا بملائكة قدسه، وذلس بالمؤمن بجنه وإنسه، وقال تشريفا لنبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. وفي روايه: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائه، ومن صلى علي مائه صلى الله عليه الفا، ومن صلى علي الفا كتبت له براءه من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب. فعليكم برسالة الصلاة على النبي شبرا، تجدوا ذلك عند الله وخيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أرجع والخاتم لما سبق ناصحة بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادي المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن سراج أهل جنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن مفضل النار في الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة الأمير سيدنا أبي غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ومع أموالهم ومالهم كلمة المسلمين واخذل السلامة والعافية من المسلمين ومجنا من كل بلاء من العلا وطعم وزنة وغفا واخذل من جميع ذلك بلاء خاصة وبلاد المسلمين عامة المغضوب عليهم ولا الضالين.
الهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن فعلت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصوبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله لا إله إلا الله
وين المجرات؟ أيها كل واحد الله كان عايش يا واحد.